سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله النوفيل فيديو ديال سان فالنتين. غادي نصايب واحد المفاجأة للزوج ديالي وغادي نشارك معكم شنو غادي ندير بالنسبة للحلوة و لا ديكوراسيون وكيفاش غادي نتوجد. شوفوا لا فيديو حتى الاخر، راه كاينين بزاف المفاجآت. دونك هنا غادي نبداو بالحلوة هي الاولى نصايبوها باش نخليوها في الغفريجيراتور. غادي نحتاج هنا خمسة ديال نصايبو الجينواس. غادي نحتاج هنا خمسة ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر سنيدة، انا كنستعمل السكر السمر، يمكن تستعملوا السكر الابيض، 100 غرام ديال الدقيق و ساشية ديال السكر فاني. غادي نبداو بالبيض، غادي ندير فيه واحد الرشيشة ديال الملحة، ومن بعد غادي نطربو مزيان حتى يطلع لينا. من بعد ما طلع لينا البيض غادي نزيد عليه السكر وغادي نعاود نطرب. دابا منين زدنا هذيك سميتها السكر فانيا، غادي نزيدو الدقيق. الا خفتوا ان الجينواز ما طلع لكمش، يمكن نزيدو معاه نص خماره حمراء. غادي نزيدو الدقيق تدريجيا شويه بشويه. هنا صافي درت هذا البابي على اللاطا اللي بغيت ندخل الفران، وغادي نسرح الخليط اللي عندنا. انا ديجا درت الفران يسخن على 170 درجة، وغادي نحطها نديرها طيب لمدة من 10 حتى 15 دقيقة. المهم هي راه دغيا كطيب لا جينواز، خصكم تردو مع البال باش ما تحرقش. دابا غادي نسرح هكا، نحاول ندير واحد طبقه متساويه. دابا هنا غادي ندوزو نصايبو لا كريم باش غادي نعمرو الحلوه ديالنا. غادي نحتاجو هنا 250 غرام ديال الماسكاربون، سينو انا ما عندكمش يمكن تستعملوا الفيلادلفيا. هنا 250 غرام ديال لا كريم فريش، وهنا عندي 80 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نبداو بالاول بلا كريم فريش، غادي نطربوها مزيان. غادي نطربوهم بجوجهم. من بعد ما طلعت لينا لا كريم بحال هكا ولا تعقده، غادي نخليوها في الثلاجة وندوزو دابا نصايبو السيرو ديال لا جينواز اللي غادي نسقيوها به. بالنسبة للسيرو غادي نديرو كاس ديال الماء، وانا كندير نص كاس السكر حيت ما كنبغيش يكون حلو بزاف، و فانيا. عافية تكون شوية مجهدة ونخليه حتى يطبخ واحد شوية. من بعد ما طابت لينا الجينواز جات دابا على هذا الشكل هذا، غادي نحيدها باش تبرد، نخليها تبرد شي شويه ونزيدها هكا ونخليها. من بعد ما دابا بردت لينا الجينواز، انا هذا امبريميتو من الانترنت بحال كاباري هكا على شكل قلب، وغادي نقص دابا لا جينواز ديالي على حساب هاد الشكل هذا.
كي كيبان لكم انا قطعت الحلوه ديالي. بالنسبه لهاد الشيطه اللي كتشد لكم يمكن لكم تستعملوها في حلوه اخرى ولا ديروها في هذوك لي كاب لي بوب كيك كتجي زوينه. عمرت البوشادوي بلا كريم اللي درت وغادي نبدا نزوق هكا. من بعد ما كملت الطبقه الاولى دابا غادي نحط الطبقه الثانيه هكا. ونضغطو غير شي شويه ماشي بزاف باش تلصق لينا هكا. نشط طريفات خارجين نحيدوهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه هكا جات. مهم زوقتها، يمكن لكم تزوقوها باي حاجه عندكم. زوقتها بدوك الوريضات، درت معاهم درت الفرومبواز والفخيز وشويه ديال الكيوي وهذوك القليبات كي شفتوهم دايرين بحال هكا. هما هادو اللي كنستعمل ديال الحلوه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انها تكون عجبتكم. دابا سالينا من الكوزينه وسالينا من الطياب، نتهلاو في راسنا واحد شويه ما تجيوهاش على وجهي. وجهي هاد الايامات عيان بزاف ونضوا لي الحبوب ما عرفتش مناش. المهم خديت واحد الرونديفو مع الديرماتو تنشوف شنو غادي يقول لي. غادي نبدا ندير واحد الماسك بعدا مرطب وميم طون كيقشر الوجه. هذا ديال سكين فود كيعجبني بزاف. هذا ديال الروز سميتو رايس ماسك. غادي نديرو على الوجه ديالي. المهم انا هنا ما غاديش نديرو العنقي، غادي نديرو غير لوجهي. صافي. من بعد غادي ندير واحد الماسك هذا ديال الهاله السوداء تحت العينين باش شويه يحيد لينا داك العيا اللي عندنا تحت عينينا. هو كيحيد هذا الماسك زوين، حتى هو كيحيد العيا وكيحيد حتى الناس اللي عندهم الانتفاخ تحت العينين والتجاعيد. يلا بديت كنستعملو ماشي شحال، هذا شي تقريبا شي جوج سيمانات. منين كديروه كتحسي ب كنحس بتحت عينيا بحال درت ليه شي حاجه فيها الحراره، كنحس به كيسخن. المهم دابا غادي نخلي الماسك ديال الوجه وديال تحت العين مده 20 دقيقه ما بين نصبغ ضفيراتي وغادي نرجع لكم. المهم انا دابا درت لو طان ديالي كيف ما الفا كنديرو ديما لانتي سيرن والفون دو طان. الا بغيتي تشوفوا كيفاش كندير لو طان ديالي دوزو شوفوا لي فيديوهات الاخرين اللي سابقين اللي كنت درت فيهم الماكياج. المهم دابا غادي ندوز للعينين. بالنسبه للعينين غادي ندير شي حاجه فريمون سامبل ما ديش الوقت. اول حاجه غادي نبدا بواحد لا كولور نوتر بحال هادي، غادي نديرها على الجفن كامل. هذا غادي نحدد به شويه العين ديالي.
من بعد غادي ندوز لهذا اللون هذا، غادي ندير حتى هو نفس العمليه اللي دابا. هنا درت داكشي اللي درت الفوق عاودتو لتحت، دابا غادي ندوز غادي ندير هاد اللوين هذا ولا هذا، المهم هاد ثلاثه الالوان كلهم كيجيو. غادي ندير هذا وشويه من هذا، غادي نديرو في الزاويه في الوسط ديال عينيا. دابا غادي ندوز الاي لاينر، غادي نحاول الرسمو يكون خفيف. صافي هنا درت الاي لاينر، درت الماسكارا ولصقت لي فوسيل. هنا صافي بقى لي غير ندير البلوش. غادي ناخد هاد اللوين هذا، من بعد غادي ندير شويه ديال الهايلايتر. غادي نثبتو كلشي بهاد السيتين سبراي مات ديال نيكس، هذا زوين بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو غراس. وبقى لينا دابا الغوج اليف، غادي نستعمل هاد الجوج قلم والغوج اليف من ماك. هذا النمره ديالو سميتو تراست ان ريد برولونغ ليب بانسل، وهذا شحال ريد نستي. غادي نبدا بعدا ندير الكونتورين هو الاول. هاد لا كولور كيف بانت لكم كتجي غلوسي، كتجي زوينه مبدله شويه على لي كولور مات. كان دابا هذا هو المكياج اللي درت، كنتمنى يعجبكم. العينين سامبل غير لي فوسيل هما اللي كيبدلوا كلشي، والغوج اليف احمر. غادي ندوزو للشعر، و من بعد انا اوريكم شنو غادي نلبس.
المهم دابا جيت نوريكم الكادويات اللي جاوني اليوم الغد ليه الصباح. سمح لي على ظفاري وغسلت المعن ويا الترصباغه. المهم توصلت بهاد الريحه ديال جادوغ، صراحه عمرها ما دازت عندي، عجبتني الريحه ديالها بزاف. هي الريحه ديالها فلوغال، واخا انا ما عزيزش عليا الفلوغال، ولكن هذه صراحه عجبتني فاش شميتها. نخليها اللي هي سيغتو للصيف هكا ولا الربيع. و جو بونس هاد جادوغ راه معروفه بزاف عند الضيوف. و توصلت بهاد البيجو هذا، هذا ديال كزينوكس، فيها هاد السميسله هكا، فيها هذا اونج يعني ملك، هي في الغوز جولد. صراحه عجبتني بزاف، ما عندي حتى شي حاجه في الغوز جولد، جايه على هذا الشكل. المهم هو تيعرف اشنو كيعجبني لي زاكسسوار، الروائح، جو بونس كاع العيالات كيعجبوهم هاد لي كادو. وهاد الساك داير على هذا الشكل، هذا بحال هكا. صراحه هاد الشكل كان عاجبني شحال هذا، وما كنتش زعمت عليه. المهم هادي دابا جات فرصه، داير بحال هكا من الداخل، فيه السنسله ديالو بحال هكا، وفيه هنا ثلاثه ديال الجيوب. الصراحه كبير ما صغيرش، المهم مويا ما كبيرش بزاف وما صغيرش. وهنا جو بونس فيه جيب اخر هنا، وكيستسد بهاد اللعيبه هادي. صراحه حتى هو عجبني دابا هاد الموديل، راه جو بونس مات واش ديال غوتشي، جو بونس ديال غوتشي، وهذا راه ماشي غوتشي غير انسبيري منه. المهم هادو هما الكادويات اللي جاوني. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، و بسان فالونتان ولا ماشي سان فالونتان، المهم هو اننا نتفكروا الناس اللي عزيزين علينا والناس اللي كنبغيو. العام كله هو راه عيد، يعني مره بنادم يخرج من الروتين ويدير واحد الحاجه اللي تقرب الناس بعضياتهم وتقرب الازواج بعضياتهم. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه، وشجعوني باللايك وبلي كومونتير ديالكم. قولوا لي واش حتى نتوما احتفلتوا بسان فالونتان ولا ما كتحتفلوش به. نتلاقى انا وياكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو بزاف راسكم، بيزو بيزو.